بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على المصطفى. اللهم لا سهل لما جعلته سهلا، فاجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا علم لما علمتنا إياه، سبحانك أنك أنت العليم الحكيم. برحب بأحلى دفعة في مصر كلها، دفعة 24. أيام والحلم بيقترب، وإن شاء الله نحقق كل اللي احنا عاوزينه ونطلع من الامتحان مجبورين بإذن الله تعالى. النهاردة حصة مهمة جدا، عشان النهاردة المراجعة الثالثة من ليالي الامتحان عندنا الأدب والنصوص. قبل ما نتكلم في النصوص، وعدتكم اللي هيخلص محاضرة البلاغة اللي احنا عملناها من يومين هيبقى محاضرة النصوص بالنسبة له دقايق، وده اللي هيحصل النهاردة. ولكن في البداية تعال نشوف كل تركات الأدب اللي بتيجي في الامتحان. سؤال الأدب بينقسم لجزئين، الجزء الأول 4 أسئلة بخمس درجات، وال4 أسئلة بيبقوا كلهم في المدارس الشعرية، سؤال بدرجتين و3 أسئلة كل سؤال بدرجة واحدة. ايه السؤال اللي بدرجتين يا مستر، وايه السؤال اللي بدرجة واحدة؟ طبعا ما نعرفش، ساعات السؤال الاول بيكون بدرجتين، التاني التالت، عشان ما حدش يضحك عليك. هما ال4 أسئلة في المدارس بيكونوا بخمس درجات. طب الادب هنشوفه في مكان تاني، هقول لك ما تسبقش الاحداث. مدرسة الاحياء والبعث، مدرسة الاحياء والبعث اللي هو محمود سامي البارودي وتلاميذه، هنركز على تريكات معينة في المدرسة. اول حاجه، العوامل اللي اثرت في تلاميذ البارودي، امتزاجهم بالثقافات الغربيه واطلاعهم على المترجمات الاجنبيه، دي حته مهمه. عمق فكره النضال الوطني لديهم، عايز اقول لك ان دي جت 3 سنين في امتحان النصوص. ما هو في النص الشعري زي ما تعرف في نهايه الحصه لازم يقول لك ما السمه التي تحققت في النص من سمات المدرسه. فطبعا احنا بقالنا 3 سنين النص احياء وبعث، فعايز اقول لك ان عمق فكرة النضال الوطني لدى جيل التطوير وتلاميذ البارودي جت 3 سنين في الامتحان. حرية الرأي وحرية الصحافة، ممكن اجيب لك بيت على حرية الرأي او بيت عن الصحافة واقول لك ده سمة من سمات تلاميذ البارودي، او اقول لك عامل من العوامل اللي اثرت، تختار. تحرير المرأة، الدعوة الى عمل المرأة ودعوة قاسم امين من تلاميذ البارودي الى تعليم المرأة، وهذا ما يسمى بتحرير المرأة. ممكن يجيب لك بيت على التعليم ويقول لك البيت ده بيمثل سمة من سمات تلاميذ البارودي، وده إنشاء الجامعة المصرية، لأنهم اتأثروا بإنشاء الجامعة المصرية. العوامل مهمة جدا في الاستشهادات وفي المتحرر، والدليل إن كلمة النضال الوطني بتيجي كل سنة، لأن هم ملتزمين بقالهم 3 سنين بالنص الشعري بيبقى من الإحياء والبعث، وده مش شرط لازم زي ما هكلمك في النصوص، ولكن كل سنة النص بيجي وطني، وطالما النص بيتكلم عن مصر يبقى السمة اللي بتتحقق دايما النضال الوطني وعمق فكرة النضال الوطني لدى تلاميذ البارودي. من الحاجات المهمة جدا في المدرسة مظاهر التجديد عند شوقي، عدوله عن المديح إلى التاريخ، حضرتكم في ملزمة ليلة الامتحان اللي نزلت في المحاضرة الأولى بتاعت التعبير والقراءة هتطلق بيت شعر شوقي بيتكلم على مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بدأ يتحول في بيت تاني إلى التاريخ. قلت لك ده بيمثل مظهر من مظاهر التجديد ومحلولة في ملزمة ليلة الامتحان، عدوله عن المديح إلى التاريخ. اهتمامه بالمنجزات العصرية والمخترعات الحديثة كالطائرة والسفينة، أول نقطة جت في امتحان 21، نظام جديد عندكم، النقطة ده هي البيت اللي حلناه مع بعض في المراجعة النهائية، يا حديدا ينساب فوق حديد، جابوا لهم في الامتحان يا حديدا ينساب فوق حديد، كان ثياب الرقطاء فوق الرغام. طبعا الحديد اللي ماشي على حديد زي الرقطاء الحية اللي ماشي على الرغام التراب هو القطار، والقطار طبعا منجزات عصرية مهم جدا. اهو جايب لكم بداية البيت، اهو اتجاه شوقي الى الشعر الاسلامي، ان هو اول من اتجه للشعر الاسلامي من تلاميذ البارودي، ريادة المسرح العربي الحديث منذ مسرحياته علي بيك الكبير وقمبيز والست هدى، عمل مسرحيات وعشان السبب ده لقب بأمير الشعراء. الحتة بتاعت المسرحيات جت في امتحان تجريبي، بيقولوا في بيت متحرر يقول شوقي على لسان الست هدى يقولون إني تزوجت 9. طب ما انت عارف ان الست هدى مسرحية، يبقى على طول السمة ريادته للمسرح العربي الحديث. ايه كمان في المدرسة الاولى اركز عليه؟ دور احمد محرم، استطاع احمد محرم تطويع التاريخ الإسلامي شعرا كما فعل في ديوان مجد الإسلام المعروف باسم الإلياذة الإسلامية، كتب التاريخ كله على هيئة شعر، وده حصل من أحمد محرم، وجمعه في ديوان مجد الإسلام المعروف باسم الإلياذة الإسلامية سنة 1933. طيب الاتجاه الوجداني، خليل مطران أول حاجة تركز عليها السمات بتاعته. من سمات خليل مطران أنه يتحرى دقة الوصف،
ان هو شاطر جدا في الوصف البتاع ده. احنا خلناه في المراجعة النهائية، كان في بيت مشهور جدا جدا على السوشيال ميديا كان قالب الدنيا لما خليل مطران كان يصف زنجية فتاة وهي سوداء اللون ولكن لونها مثل المسك الأسود. أنا فاكر الأبيات دي. طب ما هنا يعني أنه يتحرى دقة الوصف من سمات خليل مطران الوحدة الفنية، إن هو بيحافظ على الوحدة العضوية، اتفاق وحدة الموضوع مع وحدة الجو النفسي والشعوري، وأيضا المعنى الصحيح من اللفظ الصحيح، بيعتمد على الألفاظ الصحيحة وليست الألفاظ التراثية. طيب مآخذ مطران على جيل الكلاسيكية أو جيل التطوير، الحتة دي دايما تيجي في الامتحان وانت عارف الكلام ده، انصراف الشعر الى ما هو خارج النفس، مش عاجبه الاحيين في الحتة دي، اهتمامهم الزائد بشعر المناسبات، ثلاث امتحانات متتالية بيجيبوا الحتة بتاعت شعر المناسبات، لازم يجيب لك بيت شعر. ده جات السنة اللي فاتت وانت حللها معانا في دور اول 23، لازم يجيب لك بيت شعر. البيت شعر ده يقول احمد شوقي في مدح كذا، يقول شوقي في الاحتفال بكذا، يقول حافظ ابراهيم في احياء ذكرى كذا. طب ما ده شعر مناسبات. هذا البيت يمثل مأخذا عابه خليل مطران على شعراء الإحيائيين. أول ما أقول لك مأخذ يعيب خليل مطران على الإحيائيين، طبعا اهتمامهم الزائد بشعر المناسبات. ما هو أنت أما تحتفل بحد، أما تحيي ذكرى حد، طب ما ده مناسبة يا جماعة، يبقى ده اسمه شعر المناسبات والمجاملات. ودي حتة مهمة جدا جدا عندكم في الامتحان، من مأخذ اللي هو خدها عليهم عدم اهتمامهم بالوحدة الفنية. هو كان بيهتم في السمات بالوحدة الفنية، اتفق وحدة الموضوع مع وحدة الجو النفسي والشعوري، إنما الإحيائيين ما كانش عندهم للأسف وحدة فنية. من الحاجات اللي ركز عليها في الديوان المآخذ، والمآخذ زي ما خليل مطران أخذ مآخذ على الإحيائيين، برضو شعراء الديوان العقاد والمزني وشكري خدوا هم كمان مآخذ. من المآخذ المهمة اتخاذ الإحيائيين النماذج البيانية القديمة، مثلا أعلى في شعرهم بياخدوا الخيل القديم. تعرف ان دي جت في امتحان 21 دور اول مع الحته بتاعت المنجزات العصريه، والذي يزرع التهاون في الاشياء. ايوه احنا حلينا النقطه دي. قال لك البيت ده هو بيدل على مأخذ اخذه شعراء الديوان وعابه شعراء الديوان على الاحيائيين. كانت الاجابه يزرع التهاون. هو التهاون بيتزرع؟ لا، استعاره مكنيه. يبقى اتخاذهم النماذج البيانيه القديمه مثلا اعلى في شعره. عدم وضوح شخصيتهم الشعريه، من المآخذ اللي هم خدوها على الإحيائيين عدم وضوح شخصيتهم الشعرية. وعايز أقول لك الحتة دي خطيرة جدا ومهمة السنة دي، ممكن تجي لكم في الامتحان. طب أعرف الحتة دي إزاي؟ هعلمها لك أهو، بس ركز معايا. مش أنت عارف إن الإحيائيين بيعتمدوا على حاجة اسمها المجاراة؟ لما تلاقي جايب بيتين شعر، بيت لواحد من الإحيائيين وبيت لشاعر قديم والاتنين على نفس الوزن والقافية، يبقى كده الشاعر بتاع الإحياء بيعمل مجاراة، وطالما بيعمل مجاراة يبقى شخصيته مش واضحة 100%. زي ما احمد شوقي في غربه وحنين عمل مجاراه مع سميت البحتوري، حته خطيره جدا، ودي بتدل على عدم وضوح شخصيتهم الشعريه. اهتمامهم الزائد بشعر المناسبات والمجاملات، تعرف ان دي من المآخذ برضو، ان هم بيهتموا بالمناسبات، نفس المأخذ اللي خدوا خليل مطران عليهم. ما هي مدرسه الديوان برضو اتجاه وجداني. امال ايه سمات الديوان المهمه؟ حب الطبيعه، مسحه ولمسه الحزن والالم والتشاؤم. بس عشان نبقى صراحة مع بعض، في سماتين مهمين جدا جدا عند شعراء الديوان: وضوح الجانب الفكري الذهنية والغموض، ودي كانت في دور أول 23 سنة اللي فاتت، والطموح الذي يتجاوز واقع عصرهم. دايما عندهم طموح، بس طموح بيتجاوز الواقع، وطبعا الطموح اللي بيتجاوز الواقع ده بيصيبك بالإحباط والفشل. لازم يكون الطموح يتناسب مع الواقع اللي انت فيه، ما ينفعش يبقى الطموح عندك معدي كل حاجة. لا طبعا، الطموح اللي أنا أقدر أحققه هو ده اللي أنا بأمل من الله عز وجل في الدعاء وفي الصلاة إن ربنا يحققه لي، إنما طموح يتجاوز واقع العصر ده ما ينفعش. الحتتين دول في منتهى الخطورة لمدرسة الديوان، وأعتقد إن الحتة ده هي خطيرة جدا 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 في امتحان 24. من المآخذ اللي اتخذها شعراء الديوان على الإحيائيين عدم وضوح شخصيتهم الشعرية، شخصيتهم مش واضحة، وخاصة عند اعتمادهم على المجاراة. عايز أقول لكم حتة مهمة جدا، الناس بتقول ما ينفعش يجي في الامتحان غير سمات بس في المدارس. المآخذ مش مهمة، هم بيريحوكوا في الامتحان، إنما هم بيجيبوا مآخذ. بص في امتحان 23 يا صديق السنة اللي فاتت، قالت ما السمة التي عابها شعراء الديوان على الإحيائيين؟
أو السمة التي عابها خليل مطران، هي دي مش سمة، هو بتقول السمة التي عابها خليل مطران. طب ما هو طالما عابها خليل مطران تبقى مأخذ يا صديقي من المآخذ، ما تبقى السمة. فأنت لازم تبقى فاهم الكلام ده كويس جدا. معنى كده أن المآخذ بتيجي في الامتحان. هو عمق النضال الوطني اللي جت 3 سنين في النصوص ورا بعض، 3 سنوات متتالية، هل دي سمة؟ ده من العوامل المؤثرة في جيل الكلاسيكية وفي جيل التطوير اللي هم تلاميذ البارودي، امتداد مدرسة الإحياء والبعث. يبقى اللي بيقولك السمات بس ده خطأ، ده مش حقيقي، والدليل الامتحانات اللي احنا عايشينها ما فيهاش الكلام ده. طيب مدرسة أبولو، تركزولي جدا على العوامل، تأثرهم بالثقافة الإنجليزية، عشان رائد المدرسة أحمد زكي أبو شادي كان في إنجلترا بيدرس الطب، تأثرهم بثورة 19، تأثرهم بخليل مطران مما أضاف إليهم ما يسمى بالتجديد والعاطفة الجياشة، تأثرهم بشعر المهجر وبالتحديد جبران خليل جبران مما جعلهم يتجهون وجهة عاطفية حادة. تعرف إن ممكن أجيب بيت شعر في العوامل المؤثرة في أبولو؟ أهم 3 مدارس عندكم فيهم عوامل، مدرسة الكلاسيكية اللي هي الإحياء والبعث، ومدرسة أبولو، ومدرسة المهجر زي ما نشوف دلوقتي. طب السمات المهمة في أبولو، حب الطبيعة، طبعا أنت عارف هما بيحبوا الطبيعة جدا، الإيمان بذاتية التجربة والحنين إلى موطن الذكريات، جت في الامتحان 2، أما يجيب لك بيت بيحن الحاجة، بيحن الماضي معين، بيحن لقريته، بيحن لحبيبته، بيحن لأصدقائه، طالما يشتاق إلى الماضي يبقى ده اسمه الإيمان بذاتية التجربة والحنين إلى موطن الذكريات، خطيرة جدا. مسحة الحزن والألم والتشاؤم، اهتمامهم بالشعر المرسل وتحرير القصيدة من وحدة الوزن والقافية. لما تلاقي الأبيات مش قافية واحدة والأبيات مش منظمة، ويقول لك سمة من حيث الشكل والبناء الشعري لمدرسة أبولو، اختاروا تحرير القصيدة من وحدة الوزن والقافية. طب كان في سمة في الموضوع مهمة جدا، استعمال اللغة استعمالا جديدا، تراسل الحواس. زي ايه؟ لما يجيب حاستين مع بعض في الأبيات، زي نغمته تعطرني، هي النغمة بتعطر، النغمة بتتسمع، طب ما تعطر بتتشم، ده حول حاسة لحاسة، ده اسمه استعمال اللغة اللي هو اعتماده على تراسل الحواس، وفيها كمان الكلمات الرشيقة، وفيها كمان استخدام الرموز، دي سمة مهمة جدا عند أبولو. أهم سمة استعمال اللغة استعمالا جديدا، وكمان الحتة بتاعت الإيمان بذاتية التجربة والحنين إلى موطن الذكريات. إنما الديوان تركزوا لي على السمتين ده هم بتاعت الطموح والجانب الفكري، وتركزوا لي على المآخذ بتاعت الديوان والمآخذ بتاعت خليل مطران. مدرسة المهاجر اللي احنا بنطلق عليها ونقول المهجر، لازم نفتكر مع بعض أسباب الهجرة. هو ممكن يجيب بيت شعر متحرر في الأدب في أسباب الهجرة؟ طبعا ممكن يجيب بيت في أسباب الهجرة، عادي جدا. الاضطهاد السياسي، هم هاجروا من لبنان للأمريكتين بسبب الاضطهاد السياسي، الصراع المذهبي الديني، التطلع للحرية والكسب، والهروب من الفقر. تعرف أنا ممكن أجيب لك بيت بيتكلم على الفقر وأقول لك سببا من أسباب الهجرة، أجيب لك بيت بيتكلم على الاضطهاد السياسي، أجيب لك بيت بيتكلم على الصراع المذهبي الديني، يعني ممكن الأسباب تيجي طبعا. طب السمات ركزوا لي، عشان هختار 5-6 سمات دولي في الامتحانات. أول حاجة حب الطبيعة، النزعة الإنسانية. إيه موضوع النزعة الإنسانية دي؟ إن الشعر يعبر عن موقف إنساني وعن دور إنساني، مثل إعلاء الحق وتهذيب النفس. لما تلاقي الأبيات بتتكلم عن دور الشاعر ودور الشعر، اختاروا النزعة الإنسانية. النزعة الروحية، وهي التساند الاجتماعي والدعوة إلى الإخاء والإيثار. لما راحوا هناك لقوا سيد الكون هو الدولار هناك، والناس ما بتساعدش بعض، دي جت دور أول 23 سنة اللي فاتت، التساند الاجتماعي اللي هي النزعة الروحية. النزعة الروحية اللي هم تربوا عليها، إن اللي معهوش ياخد من اللي معاه، إن الناس تساعد بعضها، محدش بيساعد بعضه في الأمريكتين، ولا أمريكا الشمالية ولا أمريكا الجنوبية، وده خلاهم مما جعلهم يلجؤون إلى الله، ويدعون الناس إلى الإيثار والمحبة والتساند الاجتماعي، دي اسمها نزعة روحية، خطيرة جدا. التصرف في الأوزان والقوافي، لما تلاقي القصائد عندهم مش منظمة في القافية وقافية متنوعة، تختاروا التصرف في الأوزان والقوافي. طب بيتكلم على التينة الحمقاء، بالقصيدة بتتكلم على الضفادع والنجوم، قصيدة بتتكلم على رمز من الرموز، ميلهم إلى استخدام الرمز. من أهم سمات المهجر الحنين الجارف إلى الأوطان، ودي جت في امتحان 22، حنينهم الجارف نحو وطنهم الأم. طبعا هم هاجروا، خليك ذكي، خليك ذكي وانت بتذاكر أدب، هم هاجروا من لبنان للأمريكتين،
وانا قلت لك اسباب الهجرة. عشان كده من اهم سماتهم الشعرية ان بيحنوا للاوطان، الحنين الى الاوطان، حنين الجارف للاوطان نحو وطنهم الايه يا صديقي الام، وعندهم مسحة الحزن والالم والتشاؤم. يمكن امتحان 21 جاه الابيات المشهورة: انني ذاهب الى الغاب يا شعبي، انني ذاهب الى الغاب وحدي بيأسي، انني ذاهب الى الغاب يا شعبي علي ادفن بؤسي. طبعا الرجالة شافت الغاب راحت اختارت على طول حب الطبيعة. يا راجل ده بيقول لك وحدي بيأسي وادفن بؤسي، وحدي ويأسي وادفن بؤسي، طبعا مسحة الحزن والألم والتشاؤم. شايف كل التركات المهمة في كل مدرسة انا بجيبها لك بالنقط اللي جت في الامتحان عشان تبقى انت عارف كل حاجة اشتغلت عليها ازاي. يبقى انت وانت بتذاكر انا عامل لكم في الملزمة خرائط ذهنية، خريطة ذهنية لأهم لمسات في المدرسة، ويمكن هصور لكم السبورة النهاردة وانزلها لك عشان تكتب الكلام ده كله لن ولم ولا يخرج عنه الامتحان. المدرسة الواقعية الجديدة أهم سمات عندها مفهوم الشعر، هم اسمهم المدرسة الواقعية. الشعر عندهم هو الالتصاق بالواقع والتعبير عنه بكل ما فيه من متناقضات الحياة. دول ما بيجملوش، مش دي جت السنة اللي فاتت 23 متناقضات الحياة مفهوم الشعر. مفهوم الشعر عندهم التصاق بالواقع، ممكن يجيبها متناقضات الحياة يقول لك البيت ده بيدل على متناقضات الحياة تختار مفهوم الشعر، وممكن يجيب كلمة الالتصاق بالواقع. الشعر عندهم يعبر عن واقع الحياة، كل ما فيه من متناقضات من صدق ومن زيف ومن تقدم ومن تخلف ومن فرح ومن يأس. بص بقى دول ما بيجملوش، اللي موجود بينشروه قدام الناس، عشان كده هم اسمهم شعراء المدرسة الواقعية. هو فعلا الشعر عندهم التصاق بالواقع وده بيسموه مفهوم الشعر. الحديث عن الموت والنهاية، عاشوا فترة، ده من أسباب ظهور الواقعية الحرب العالمية الثانية، فعاشوا فترة حروب ودمار وخراب وويلات، لذلك دول ما عندهمش مسحة ولمسة حزن وألم وتشاؤم، ولكن دول عندهم حديث عن الموت والنهاية. من أهم سمة عندهم، من أهم السمات، أنا شايف إن هي أهم سمة في السمات كلها، الكلمات العامية. دولت ولا بيهتموا بوزن وقافية ولا بيهتموا بلغة، اللغة الحية والكلمات العامية، زي شربت الشاي وأنا نايم على حجر أمي، وكان يا مكان وإلى اللقاء وفلقط الرمان. ممكن جايز جدا السنة دي تلاقي قصيدة أو بيت شعر الواقعية، بيت شعر الواقعية وافتكروا كلام السخاوي في كان يا مكان إلى اللقاء شربت الشاي أنا نايم على حجر أمي. لازم نبقى جاهزين للحاجات دي لأنها موجودة عندكم في الكتب. تقول لي قصيدة شكلها كده شوارعية، إيه ده؟ إيه كلام الشارع ده؟ ما أنت ما تلاقي القصيدة فيها الكلام ده تعرف على طول إن دي سمة مهمة جدا عندهم، وهي استخدام الكلمات العامية والأجنبية للتخفيف من السيطرة الكلاسيكية. دول مش بتوع لغة كلاسيكية، مش بتوع لغة معجمية، ركزوا في النقط دي. الوحدة الموضوعية، إيه الوحدة الموضوعية؟ القصيدة عندهم بناء هندسي وتقسم إلى عدة فقرات، وكل فكرة تمثل دفقة شعورية، يعني عاطفة متنوعة، موضوع واحد وعاطفة واحدة. غلط، موضوع واحد وعاطفة مختلفة. الشعراء بتوع بتوع الرومانتيكية كلهم وحدة فنية، وانت عارف ان كلمة وحدة فنية يعني موضوع واحد وعاطفة واحدة، انما شعراء الواقعية وحدة موضوعية. وحدة موضوعية خليك ذكي من اسمها، وحدة موضوعية، يبقى موضوع واحد وعاطفة متنوعة. كلام جميل جدا. طب الاهتمام بالموسيقى، التفعيلة أساس البيت الشعري دون الارتباط بالكم، بيعتمدوا على التفعيلة، يعني لذلك زي نص النصور اللي انتوا درستوه السنة دي في المنهج. تبص تلاقي الأبيات عندهم أسطر شعرية وليست أبيات شعرية، ما بيحافظوش على القافية حيث وجدوا في ذلك رتابة وملل، وبيهتموا بالتفعيلة وزن الكلمة دون الارتباط بالكم. تبص تلاقي كاتب تلات كلمات، تحتهم كلمتين، تحتهم كلمة وحرف، تحتهم خمس كلمات، ولا همه أي حاجة، ولا بيهتموا بوزن قافية ولا بيهتموا بلغة، ولا بيهتموا بوزن قافية ولا بيهتموا بلغة. والحتة بتاعت مفهوم الشعر خطيرة جدا، الشعر عندهم هو الالتصاق بالواقع والتعبير عنه من صدق ومن زيف ومن تقدم ومن تخلف ومن فرح ومن يأس. دي كل التركات اللي عندكم اللي هم بيشتغلوا عليها. اوعى حد يقول لك السمات بس هي اللي تيجي، هم بيكتبوا في السؤال سمة وهي مش سمة، زي بالظبط السنة اللي فاتت تقول لك السمة اللي عابها خليل مطران على الإحيائيين. طب هي كلمة عابها خليل مطران، السمة التي عابها خليل مطران هي كده سمة؟ ده كده مأخذ من المآخذ،
اللي هي اهتمامهم بشعر المناسبات والمجاملات، ان هم دايما كانوا بيكتبوا في شعر المناسبات. والشعر طبعا المفروض فكر ووجدان، مش اي مناسبه تكتب فيها قصيده. حته خطيره جدا 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 في 21 جابوا من عيوب الديوان، من العيوب اللي اتخذها شعراء الديوان على الاحيائيين، اتخاذهم النماذج البيانيه القديمه. في 21 كاتب لك تاريخها مع الحته بتاعت يا حديدا ينساب فوق حديد، وطبعا حديدا ينساب فوق حديد، طبعا دي منجزات عصريه، ودي من مظاهر التجديد عند شوقي. ما هي السما ولا حاجه، اهي مظهر من مظاهر التجديد. ركزوا في الافكار اللي بتيجي في الامتحان واشتغلوا عليها كويس. تعالى كده الروايه بيسموها القصه الطويله، هدخل على الادب النثري. واهم حاجه في الروايه كلمه واحده، محاكاه الواقع. لازم كل حاجه في الفيلم تبقى واقعيه، ما هي دي الافلام. الاشخاص من طينه البشر، الاحداث من قبيل ما يجري، ولابد ان تكون واقعيه او تحاكي الواقع. حجم الروايه الحد الادنى 30,000 كلمة، طب وان زادت فليس لها نهايه. لذلك الروايه براحتك، ده الفيلم بيبقى جزء واثنين وثلاثه، قول لنفسك. اذا هي حجمها 30,000 كلمة، وان زادت فليس لها نهايه. اللغه خطيره جدا، لابد ان تكون من قبيل ما يتخاطب به الناس في حياتنا اليوميه. لغة الرواية بقت لغة الشارع المصري، عشان كده بنشوف الانحطاط اللي بقينا بنشوفه في الأفلام، وبنسمع ألفاظ مبتذلة للأسف، لأن اللغة في الرواية من قبيل ما يتخاطب به الناس. الذي وصل بالرواية إلى ذروة الإبداع هو نجيب محفوظ، وحصل على جائزة نوبل سنة 1988، وأشهر أعماله الثلاثية قصر الشوق بين القصرين، السكرية، اللي هم الثلاث روايات اللي هو عملهم. اخطر سؤال في الروايه سؤال محاكاه الواقع، والسؤال اللي هقوله لك ده، هل يمكن حذف بعض المشاهد من الروايه؟ نعم، دون ان يتاثر بناؤها الفني. طبعا طبعا ينفع تحذف زي ما انت عايز. ليه؟ تقوم قايل تعريف الروايه اللي في الكتاب، لان الروايه تمثل حياه لشخصيه ما او مجموعه حيوات لشخوص معينه، وتنتقل من مكان لمكان ومن زمان لزمان، وتتميز اللغة فيها بالإسهاب. بالإسهاب يعني بالإطناب، يعني بالإطالة، وبالتالي يبقى تحذف زي ما أنت عايز. عكس القصة القصيرة، داخل عليها أهو القصة القصيرة. القصة القصيرة ليست اختصارا للقصة الطويلة، إنما هي عمل فني يتميز بالإحكام، محدودة الشخصيات، قليلة الأحداث، قصيرة المدى الزمني، التعبير فيها يكون في غاية الإيجاز. خلي بالك خلي بالك، تعريف القصة القصيرة فيها السمات، ويمكن اتناقشنا في الحتة دي معاكم في الشرح طول السنة، ان سمات القصة القصيرة موجودة في التعريف. لما كانوا في امتحان تجريبي قديم سألين في سمات القصة القصيرة، الطلبة ما عرفتش تجاوب، وقالوا ان مفيش في الدرس حاجة اسمها السمات. وللأسف السمات في التعريف. القصة القصيرة ليست اختصارا للقصة الطويلة، انما هي عمل فني يتميز بالإحكام، محدودة الشخصيات، قليلة الأحداث، قصيرة المدى الزمني، التعبير يكون في غاية الإيجاز، والإيجاز يعني التكثيف. خلي بالك إن بيحط ده في الاختيارات بعد كده، بيقول لك من سمات القصة اللي حاطط التكثيف. ما هو التكثيف ده الإيجاز، إن أنت تعبر بكلمات فيها إيجاز، كلمة قليلة أو حجمها قليل ولكن تعبر عن معاني كثيرة، هو ده القصة القصيرة. ما فيش وقت للسرد والإطالة والكلام، عكس الرواية تمام. الغاية من القصة القصيرة أعتقد دي هتجيلكوا السنة دي في الامتحان، توصيل رسالة أو فكرة أو مغزى، بس بطريقة قصصية جذابة وليس تقريرية. الكلمة دي بتاعت تقريرية اوعوا تختاروها في القصة القصيرة. الطريقة التقريرية المباشرة دي ده في المقال، إنما القصة بصورة قصصية جذابة. أديك مثال من المنهج، الكنيسة نورت. الكنيسة نورت عايز يوصل لك الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، ما دخلش بطريقة مباشرة وقال لك المسلمين والمسيحيين بينهم امتزاج دماء في الشارع المصري وبين طوائف الشعب المصري، ما قالش كده خالص، ولكن عمل لك قصة قصيرة للنجم إبراهيم أصلان. طبعا الأديب إبراهيم أصلان ده عاش في حي إمبابة، وحكى لك قصته، وقال لك إن هو مسلم وكان بيصوم في شهر رمضان، وتأثر بأسرة مسيحية وهي أسرة عم منصور المسيحي، الناس اللي كانوا لا يفطرون إلا مع الأذان، وصمم ان هو يدفع القروش القليله من اجل تزيين الحاره، وبدا يتكلم بقى على مظاهر الحب والود اللي بتجمع المسلمين والمسيحيين.
إذن أنا أديتك الفكرة ولكن بصورة قصصية، بوصل مغزى أو فكرة أو انطباع بطريقة جذابة شائقة تساعد القارئ على الاستمرارية في القراءة، وليس بطريقة تقريرية مباشرة يعزف عنها القارئ ولا يواليها اهتمامه. حتة خطيرة جدا 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 تخلي بالك منها. طيب، لا يمكن حذف جملة، اعكس السؤال ده، اعكس السؤال ده، وأنا قلت أهو، لا يمكن حذف جملة بل كلمة من القصة القصيرة دون أن يتأثر بنوعها الفني. إدجار لامبو الكاتب الأمريكي، ما ينفعش تحذف كلمة، ما ينفعش تحذف جملة، ما ينفعش تحذف حرف من القصة القصيرة دون أن يتأثر بنوعها الفني، لأن البناء الفني بتاعها يتأثر. إنما اللي أنت تحذف منها الرواية، لأن القصة القصيرة محدودة في كل شيء، محدودة في الشخصيات وقليلة الأحداث وقصيرة المدى الزمني، والتعبير يكون في غاية الإيجاز، وبالتالي معرفش أحذف منها كلمة. طيب، بتمتد من 1000 كلمة ل12000، لما أجي أسألك في حجمها تقول لي من 1000 كلمة أهو لحد 12000 كلمة، ما ينفعش تزيد عن كده، شفت الحجم بتاعها. إنما الرواية اللي هي بيسموها القصة الطويلة، عشان لما يسألوا بالقصة الطويلة بقول لي ما خدناهاش، الرواية ده الحد الأدنى 30000 كلمة، وإن زادت فليس لها نهاية. السؤال ده مهم جدا، ما ينفعش أحذف من هنا، بس ينفع أحذف من هنا. هنا أقدر أحذف، هنا ما أقدرش أحذف، لأن هنا الرواية تمثل حياة لشخصية ما، بل مجموعة حيوات لشخوص معينة، وتنتقل من مكان لمكان ومن زمان لزمان. هكمل المسرحية، بس رزق بيشاور لي، هطلع فاصل وارجع لكم، خليكم معايا. ورجعت لكم بعد الفاصل. وصلنا للمسرحية من الفنون النثرية عشان نقول المقال، وهقول تعقيبين على الفنون النثرية عشان انت هتقعد تدور عليهم في الامتحان مش لاقي مكانهم، لان انا قلت ان المدارس الشعرية لحد المدرسة الواقعية الجديدة بيجوا 4 أسئلة، 4 أسئلة في الأدب، ودول بيكونوا واضحين جدا، كلها بيت وبيتين شعر والسمة، أو بيت وبيتين شعر ومأخذ، فأنت بتلاقي 4 أسئلة ب5 درجات، سؤال بيكون بدرجتين ده سعيد الحظ، و3 أسئلة السؤال بدرجة واحدة إن شاء الله بإذن الله، اللي يركز في كل التركات اللي قلتها في المدارس مع الحاجات اللي أنا قلتها لك من الامتحانات القديمة بإذن الله تاخد ال5 درجات بكل بساطة. تعال نكمل في النثرية المسرحية. المسرحية هي قصة تمثيلية، لازم كلمة تمثيلية في التعريف طبعا، قد تقع في فصل أو 3 فصول أو 5 فصول، ما ينفعش مسرحية من غير تمثيل. أهم سؤال في المسرحية، الوحدة المسرحية قديما وحديثا. الوحدة المسرحية قديما الكاتب كان بيهتم ب3 حاجات، وحدة الزمان، وحدة المكان، وحدة الحدث. هفكرك، وحدة الزمان المسرحية لا تستغرق أكثر من 24 ساعة، وحدة المكان تدور أحداث المسرحية في مكان واحد، وحدة الحدث تدور المسرحية في إطار حدث رسمي واحد. ما تعديش 24 ساعة، ما تدورش في أكتر من مكان، تكون في إطار حدث رسمي واحد. زمان الكتاب كانوا بيعتمدوا على حاجات بيشغلوا بالهم بيها ملهاش لازمة، إنما الوحدة المسرحية حديثا، السؤال ده مهم جدا بيجي كل سنة، لم يشغل الكاتب الآن باله وفكره بالكلام ده بوحدة زمان ولا مكان ولا حدث، ولكن توزيع الأجزاء والفصول والمشاهد هو ده اللي بيجعل مسرحية تخضع للجاذبية. إذن هو ما عادش الكتاب في العصر الحديث في الوحدة المسرحية يهتمون بوحدة الزمان أو المكان أو الحدث بقدر ما يعنيه الدقة الناشئة من توزيع الأجزاء والفصول والمشاهد، لأن هذا سوف يجعل المسرحية تخضع للجاذبية. طيب، الفكرة بتاعة المسرحية هي إيه؟ الموضوع اللي بتعالجه المسرحية. طب الشخصيات، الشخصيات هم النماذج البشرية، وهم نوعين في المسرحية، شخصيات محورية وثانوية. المحورية ده الشخصية الأساسية بحجم الدور وبقدر الدور اللي بتلعبه، إنما الثانوية لا تتعدى مشاركة الشخصية المحورية، وفي ثانوية ثابتة ونامية متطورة، لو الدور بتاعه ما بيتغيرش اسمه ثانوية ثابتة، إنما لو لعب دور وبعد كده دوره اتغير بيسموه ثانوية نامية متطورة، زي شخصية سعد في مسرحية اللحظة الحرجة ليوسف إدريس. الحكاية هي توزيع الأجزاء والفصول والمشاهد، ولكن بدقة وتدرج، كل واحد هيلعب دور كذا، دي اسمها الحكاية. الصراع، بيسموا الصراع القوام المعنوي في المسرحية، والصراع والحوار أهم حاجة في المسرحية. تركزوا لي في الحتة بتاعت الصراع والحوار، وأنا حاطط لك نجوم على الحوار، وهصور لكم السبورة وهنزلها
في كومنت اول كومنت على اليوتيوب وهثبته لك عشان تلمولي كل الكلام ده. ويا سلام بقى لو تكتب المحاضره مع الكلام ده هتعدي في الادب والنصوص ان شاء الله باذن الله تعالى في اقل من ساعه هتكون بتحل اي سؤال ادب. الصراع بيسموه القوام المعنوي، وعايز اقول لك ان الصراع بيكون حسب الفكره. الصراع هو اختلاف والاحتكاك نتيجه اختلاف اراء الشخصيات. لو فكره اجتماعيه يبقى الصراع اجتماعي، لو فكره سياسيه يبقى الصراع سياسي، زي مسرحيه اهل الكهف لتوفيق الحكيم اللي كانت بتتكلم على قصه اهل الكهف. الصراع كان بين الانسان والزمان. طب الحوار، كله مركز معايا في الحته دي يا جماعه. الحوار هو المظهر الحسي للمسرحيه، والحوار يكون فصيحا ويكون بفصاحه عندما يكون مناسب للشخصيه ومناسب لطبائع الافراد، وليس الفصاحه من فصاحاته اللغويه. انا عايز اقول لك ان السؤال ده جه في الامتحان تقريبا كل سنه في المسرحيه. اي سنه بيجيبوا المسرحيه بيشتغلوا على الحته دي في الحوار، كيف يكون الحوار فصيحا ومن اين تنبع فصاحته. اما اقول لك من اين تنبع فصاحته، ليست من فصاحته اللغويه، الفكره مش في اللغه، ولكن لازم الحوار يكون مناسب للشخصيه وطبائع الافراد. مش كل الشخصيات في المسرحيه ينفع تتكلم فصحى. وقلت لك مثال ما كانش موجود في الكتاب، قلت لك مثال شارميون الخادمه بتاعت كليوباترا. احمد شوقي لم يكون جادا في الحوار ولم يكون بارعا في الحوار عشان خلى الخادمه بتتكلم فصحى. احنا مش معترضين ان هي خادمه، مفيش مهنه يا عم حرام، ومفيش طالما هي شريفه خلاص، ولكن احنا معترضين على الحوار نفسه. كيف تتحدث فصحى مثل الملكه بل تتفوق على الملكه؟ يقول ان هذا يعني فصاحه الحوار. هذا خاطئ، فصاحه الحوار ليس من فصاحه اللغه، ولكن فصاحه الحوار ان يكون مناسب للشخصيه ومناسب لطبائع الافراد. كل واحد على خشبه المسرح لازم يتحدث حوار مختلفا عن الاخر، والا يبقى الكاتب ده ما بيعرفش حاجه. الكاتب المسرحي يعني مثلا اللي في منطقه شعبيه بيلعب دور شعبي مش زي اللي في منطقه او من طبقه ارستقراطيه، مش زي اللي مش عارف طبيب في المسرحيه، مش زي اللي عامل نفسه بائع جرايد وصحف ومجلات في المسرحيه. لازم تبقى واعي الحته دي، لازم تتسالوا فيها كل سنه. طيب لمن يرجع الفضل في ترسيخ المسرحيه الاجتماعيه؟ محمد تيمور عمل 3 مسرحيات اكتبوهم، العصفور في القفص وعبد الستار افندي والهاويه. العصفور في القفص كان بيتكلم على تربيه الابناء تربيه قاسيه، والهاويه الادمان، وعبد الستار افندي زواج البنات. محمد تيمور له الفضل في ترسيخ المسرحيه الاجتماعيه. احمد شوقي اهتم بالمسرحيات الشعريه ولم يكتب مسرحيه نثريه الا اميره الاندلس، دي الواحده الوحيده اللي كتبها نثريه، انما الباقي كله شعر. عشان كده هو رائد المسرح العربي الحديث منذ مسرحياته علي بيك الكبير وقمبيز ومجنون ليلى ومسرح كليوباترا والست هدى اللي جت في الامتحان التجريبي كتير، انما ما كتبش نثر غير اميره الاندلس. انما رائد المسرحيات النثريه هو توفيق الحكيم. يبقى شوقي مسرحيات شعريه، انما توفيق الحكيم مسرحيه نثريه. الصراع والحوار انا شايف ان دول اهم حاجه في المسرحيه. الوحده المسرحيه قديما وحديثا ده اكتر سؤال جه في امتحانات الثانويه العامه، ان الوحده المسرحيه قديما وحده الزمان، وحده المكان، وحده الحدث، انما الوحده المسرحيه حديثا لا يهتم الكاتب بكل هذه الاشياء بقدر ما يعنيه الدقه الناشئه من توزيع الاجزاء والفصول والمشاهد. المسرحيه كم جزء، كم فصل، كم مشهد، هو ده اللي يهمه، لان ده الذي يجعل المسرحيه في النهايه تخضع للجاذبيه. الحته دي خطيره جدا. المقال بحث قصير في العلم او الادب او السياسه ينشر في صحيفه او مجله زي من صور التكافل الاجتماعي اللي احنا درسناه، انما الكنيسه نورت، الكنيسه نورت ده كان قصه قصيره، انما المقال بحث قصير في العلم او الادب او السياسه. الخصائص العامه للمقال، ركزوا في اللي انا هقوله، لان ساعات كتير بيجيبوا تعريفات ويجيبوا السمه في الاختيارات انت تختارها. الذاتيه، من خصائص المقال الذاتيه والقصر والاقناع والامتاع والنثريه والتكوين الفني او الوحده المتكامله. انا عايز تعريف كل واحده 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 براحتنا خالص. الذاتيه، يعني ايه كلمه ذاتيه في المقال؟ لابد من راي الكاتب، انا كاتب لك جنبها راي الكاتب. من العوامل التي تحفز الكتاب على كتابه المقالات هي الرغبه الملحه في ابداء الراي. انا هكتب مقال عن كذا،
الهدف الأول من الكتابة أن أقول رأيي الشخصي، ده اسمه ذاتية سهلة جدا. طب القصر، المقال بضع صفحات، لا يتجاوز بضع صفحات، عشان كده هو فن مش طويل ولا فن كبير زي الرواية، لذلك من سماته القصر الإقناع عن طريق دقة ووضوح الأفكار. طول ما الأفكار واضحة ودقيقة وسليمة يبقى أنا بفهم، يبقى ده اسمه إقناع. طب الإمتاع عن طريق العرض الشائق الذي يجذب القارئ، طول ما فيه عرفت أشدك في القراءة وعرفت أخليك تنجذب ليا يبقى أنا كاتب قوي، يبقى أنا حققت ما يسمى بالإمتاع. النثرية، فهو أحد فنون النثر ولا علاقة له بالشعر. كلكم عارفين ان المقال ده فن نثري، فيجي يقول لي ايه، طب ما في بعض الخيال والموسيقى ساعات بيكون في سجع وازدواج وخيال، اذا كثرت الصور الخياليه في المقال فهذا يكون مجند لخدمه الفكره وتأييدها. كل ده يا صديقي من اجل خدمه الفكره وتأييدها، مش عشان هو شاعر، لا هو نثر ومن سماته النثريه. طب ايه موضوع التكوين الفني او الوحده المتكامله؟ خليك ذكي، الوحدة المتكاملة اللي هي الوحدة العضوية. يعني ايه؟ يعني عن طريق ترابط الافكار وانسجامها. ببساطة المقال لازم يكون وحدة متكاملة وتكوين فني في انسجام، يعني كله يتحدث عن فكرة واحدة، وهذا ما يسمى بترابط الافكار وانسجامها اللي هو التكوين الفني والوحدة المتكاملة. انا بخاف بقى من ايه؟ تيجي تقولك لابد من رأي الكاتب ان يظهر في كتابة المقال، وتحط لك تختاره الذاتية، المقال فني نثري لا يتجاوز بضع صفحات، القصر، المقال من سماته دقة ووضوح وسلامة الأفكار، الإقناع، العرض الشائق الذي يجذب القارئ ويساعده على الاندماج، الإمتاع، هو أحد فنون النثر، وما كان من صور خيالية أو موسيقى كان مجند لخدمة الفكرة وتأييدها. النثرية يبقى هو فن من فنون النثر، ترابط الأفكار وانسجامها في المقال الواحد، هذا ما يسمى بالتكوين الفني أو الوحدة المتكاملة. المقال من حيث الشكل، مقال قصير ومقال طويل، من صفحة لصفحتين ده مقال قصير، من صفحتين لعشرة مقال طويل. طب ما هو 10 صفحات كتير قوي يا مستر. صديقي 10 صفحات ما بيتنسقوا بالبروفة بتاعت الجرايد بتاعتنا بتلاقي قطع قد كده اهو. إذن المقال القصير ده بيسمى خاطرة أو عمود صحفي، الصفحتين دول مش صفحتين جورنال، مش صفحتين مجلة، لا يا صديقي، مش جريدة ولا مجلة ولا الكلام ده، أمال إيه؟ ده صفحتين كتابة. المقال القصير بيسموه خاطرة أو عمود صحفي وبياخد فكرة واحدة، إنما المقال الطويل من 2 إلى 10 صفحات بيبقى في الجورنال قطعة أدبية حلوة كده، زي كتابات المزني وزي العقاد وطه حسين وأحمد أمين اللي كانوا بيكتبوا مقالات طويلة. طب المقالات من حيث المضمون أنواعه إيه؟ تصويري ونزالي وفلسفي واجتماعي. في حاجات أكتر من كده طبعا. إيه التصويري ده؟ التصويري إني تكتب مقال عن شخصية ما تبرز ما فيها من مميزات وعيوب. عندما نكتب مقال عن شخصية ما نبرز المحاسن والعيوب، ده بيسموه تصويري، وكأنك بترسمه، بس بدل ما تستخدم الريشة بتستخدم القلم، ده مقال تصويري. مقال نزالي، عندما تشتد المعارك الأدبية زي العقاد والمزني والرجالة لما كانوا بيحاربوا مين؟ الإحيائيين في الكتابات والمقالات، دي اسمها مقالات نزالية. طب المقال الفلسفي، فن قائم بذاته بعيدا عن التحرير الصحفي، ده فني ليه سمات معينة. مين اللي بيكتب أكتر واحد؟ زكي نجيب محمود اللي هو بتاع درس إرادة التغيير، ده مقال فلسفي. الراجل ده اتكلم على الرياضة واتكلم على الفيزياء واتكلم على القرآن، اتكلم على كل حاجة في إرادة التغيير، فعشان كده ده مقال فلسفي. مقال اجتماعي زي من صور التكافل الاجتماعي، عندما كان أحمد حسن الزيات يناقش قضية اجتماعية هامة ألا وهي الفقر، يبقى ده المقال من حيث المضمون. طب المقال من حيث الأسلوب، أدبي وعلمي وعلمي متأدب، مهم جدا. لما يعتمد على الألفاظ السهلة والخيال يبقى أسلوب أدبي، لما يعتمد على إرادة الحقائق العلمية يبقى أسلوب علمي. طب لما يعتمد على إرادة الحقائق العلمية ولكن في صورة جذابة وشائقة، يعني كده جمع بين العلم والأدبي، يبقى ده اسمه علم متأدب. أدي كل المقارنات اللي موجودة في المقال، يبقى أنت لازم تركز. الخصائص العامة ده لما بتيجي نقطة في الامتحان بتقلب الجمهورية، اللي هي الذاتية والقصر والنثرية، مش عشان هي صعبة ولكن عشان الطلبة أصلا ما بتذكرهاش، لأن أنت مقرر عليك تعريف المقال، فالمفروض أستاذك وهو كان بيشتغل معك من صور التكافل الاجتماعي كان اداك المقال، كان اداك خصائص المقال وكتبها في التعليق على النص، وقال لك المقال من حيث الشكل قصير وطويل، وقال لك المقال من حيث المضمون تصويري ونزالي وفلسفي واجتماعي، واداك أمثلة،
وكان قال لك المقال من حيث الاسلوب ادبي وعلمي وعلمي متادب، لما الكاتب يعتمد على الالفاظ السهله والعبارات الواضحه والمحسنات والخيال ده اسمه اسلوب ادبي، ايراد الحقائق العلميه في صوره جافه ده اسمه اسلوب علمي، انما ايراد الحقائق العلميه في صوره جذابه وشائقه ويراعي الموضوعيه والتجديد ده اسمه علمي متادب. يبقى انت لازم تخلي بالك الكاتب لما بيراعي الموضوعيه والتجديد يحاول يتكلم بحاجه علميه ولكن بطريقه ادبيه، بيتكلم عن حاجه علميه بطريقه ادبيه ومفهومه، ده يسموه علمي متادب. ويمكن العقاد كان كتير جدا بيكتب العلم المتادب لان العقاد مثقف جدا زي ما انت عارف. ده الفنون النثريه. قبل ما ادخل على النصوص انا ليا تعليق على الفنون النثريه او تعقيبين بالظبط. اول حاجه، الولاد لما بيشوفوا امتحان الادب يلاقوا اربع نقط، الاربع نقط مدارس شعريه، فيطلع من الامتحان يزعلني جدا، ما هو انت لازم تكون حافظ كل حته في الامتحان، انت ما ينفعش تدخل تمتحن ثانويه عامه وانت كده داخل كده اهو اول مره تشوف الورقه، ما ينفعش. لما تلاقي ابيات يا صديقي ومسمه مسمه 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 التي تضحت في الابيات، انت كده في السؤال بتاع الادب الاولاني اللي هم اربع اسئله بخمس درجات، سؤال بدرجتين وثلاث اسئله درجه درجه درجه. يطلع بقى تعمل واحد غلط فتروح للاستاذ بتاعك يقول لك السؤال اللي انت عملته غلط ده بدرجه واحده، بيطمنك. دي اشتغالات، دي اشتغالات، ومش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير، خلينا في نفسنا. احنا ما بنعرفش مين اللي بدرجتين في الاربع اسئله ومين الثلاثه اللي بدرجه غير اما النموذج بينزل، غير كده بيضحك عليك، يبقى بيخدعك عشان انت ما تزعلش وخلاص، انما ده مش حقيقي، فلازم تتوخى الحذر وانتوا بتشتغلوا في الاربع اسئله. امال بقى المقال او الروايه او القصه او المسرحيه بلاقيهم فين؟ اخر سؤال في النص النثري يا صديقي، اخر سؤال في النص النثري. ما هو انت اخر سؤال في النص الشعري هتلاقي سؤال ادب من مدارس كمان اللي بقاله ثلاث سنين بيجي عمق النضال الوطني لدى جيل التطوير وتلاميذ البارودي، وهتلاقي اخر سؤال في النص النثري هيكون سؤال ادب، سؤال ادب من الادب النثري. ده التعقيب الاولاني. يبقى انت في نهايه النص النثري هتلاقي سؤال ادب من الفنون النثريه. التعقيب الثاني وركزهم، وده انا بقوله عشان بحبكم قسما بالله، في حاجه هم بيتبعوها في السؤال الادب النثري بصراحه هي بتعجبني، بس انا عايز اقول لكم عليها عشان ما تتخضوش. بس هم اذكياء جدا في المركز القومي للامتحانات، يوم جايين في اخر نص النثري تقول لك ايه؟ يقول الناقد الفرنسي اهو، يقول الناقد الالماني، وتقوم جايب لك اسم قد كده اهو، جوستيت توماتشيت انت، بص جايب لك اسم قد كده اهو، انت مش عارف تقراه، وتقوم حاطط لك ثلاث سطور، ركزوا معايا واسمع كلام اخوك، اسمعوا كلام اخوكم، تقوم حاطط لك ثلاث سطور تيجي تقراهم ما شاء الله عليك مش فاهم اي حاجه، طالب جايب 99% 300% وربنا ما تفهم منهم كلمه، لو قريتهم مرتين او ثلاثه يا مستر لو قريتهم ثلاث مرات قسما بالله ما تفهم حاجه برضه. طب هم عايزين ايه؟ بيجيبك حال، هم بيحاولوا ان هم بيستخدموا ذكائهم يا جماعه في الامتحان. جابت لك اسم اجنبي قد كده اهو وثلاث سطور، وتقول لك من خلال قراءتك لكلام او من خلال قراءتك للفقره السابقه، ايوه، يتبين لك ان الوحده المسرحيه قديما وحديثا كانت. طب وانا مالي باللي انا قريته؟ اشطب على اللي انت قريته خالص. حضرتك يا دكتوره بتسالي في الوحده المسرحيه قديما وحديثا، يبقى قديما وحدة الزمان والمكان والحدث، وحديثا الكاتب يهتم بتوزيع الأجزاء والفصول والمشاهد، دي اللي انتوا هتلاقوها في الاختيارات بس. طب امال القطع دي لازمتها ايه؟ أخطفك في الامتحان، أشتغل عليك نفسي، اسم أجنبي قد كده أهو، الناقد الفرنسي، الناقد الإيطالي، يقول أحد الأدباء، يقول بعض النقاد، وهم جايب لك اسم وجايب لك ثلاث سطور تقعد ما تقرأ فيهم مش فاهم حاجة، يقول الناقد البرازيلي، وتقوم جايب لك اسم قد كده اهو، ان حجم الروايه، ان حجم الروايه او ان لغه الروايه، وتقوم اديك سطرين، حضرتك تقعد تقرا في السطرين وتكره نفسك، ده انت خلاص في اخر نقطه في النص النثري وعايز تخش النحو بقى تدلع نفسك، تقول هو ايه ده؟ هو ايه الكلام الكبير ده؟ يا باشا ما تقول اللي يقولوه، هي بتسال في حجم الروايه، فانت تختار الحد الادنى في الروايه 30,000 كلمة وإن زادت ليس لها نهاية، ده اللي أنت هتختاره من تحت. طب اللغة، لغة الرواية أصبحت من قبيل في عصرنا الحاضر من قبيل ما يتخاطب به الناس في حياتنا اليومية. يقول النقاد، وتقوم متكلمة على الحوار في المسرحية، مهم جدا 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 جدا.
ان الحوار تكون فصاحته مش عارف ايه، وان فصاحه النقد الالماني بيقول ان فصاحته كذا، وفي الاخر تقول لك ما رايك مما قرات او ما تستخلصه مما قرات وتستنتجه. الحوار في المسرحيه كيف يكون الحوار في المسرح؟ يكون الحوار فصيحا عندما يكون مناسب للشخصيه وطبائع الافراد، ولم تكن الفصاحه مجرد فصاحه لغه، انما هي فصاحه ليكون مناسبا للشخصيه. الفصاحه ان يكون مناسب للشخصيه، ان يكون مناسب لطبائع الافراد. خليكوا واعيين بقى، خليكوا واعيين بقى. بصراحه هم بيعجبوني في الحته دي، بيعجبوني في الحته دي، ولكن يعني لما تيجي تشوف السؤال الحرب تتخض، مين الناقد الفرنسي ده؟ مين الناقد الالماني ده؟ وايه القطعه اللي هم جايبينها اربع سطور دي؟ ده ادب ولا نصوص نثريه؟ وايه ده يا صديقي؟ ولا يهم، هو سائل تحته سؤال مباشر خالص. طب تعال يا صديقي، وعدتكم في حصه البلاغه، اللي هيركز في حصه البلاغه النصوص هتاخد خمس دقايق. مش ممكن طبعا، هتشوف دلوقتي. انا عندي كلامي وعندي وعدي معاكم، ما بضحكش عليك. نبدا بالنص الشعري، النصوص، النص الشعري اول حاجه. امال النص الشعري التاني بيجي ايه تاني؟ هو واحد بس يا ابني شعري، واحد نثري. النص الشعري اول اربع اسئله فقر جزئيه. ما دلالة قول الشاعر؟ ماذا يقصد الشاعر في البيت الأول، في البيت الرابع، في البيت الخامس، في البيت السادس؟ أبسط مثال، دور أول 23 اللي حصل السنة اللي فاتت في الامتحان، في نص القازمي اللي حللناه مع بعض في المراجعة النهائية. طبعا أول سؤال اتسألتوه، ما المبدأ الأخلاقي الذي دعا إليه الشاعر في البيت الأول؟ طب ما البيت الأول كان بيتكلم عن الأخلاق، كانوا حاطين في الاختيارات دور أول 23 إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. مش دي كانت الإجابة؟ حصل. ما دلالة قول الشاعر وماذا يقصد الشاعر في ضوء فهمك للبيت الرابع؟ يا حبذا لو تآخى الناس واتحدوا. تآخى الناس؟ الناس هتتآخى؟ ايه ده الوحدة والتكاتف والكلام ده؟ اختار يا نجم. طب اعمل ايه؟ تخيل اربع اسئلة فكر جزئية في النص الشعري. النص الشعري 12 درجة. عايز اقول لك سبع درجات السنة اللي فاتت فكر جزئية. اربع اسئلة، 2 2 2 1، يعني درجتين 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 درجة. تخيل 7 من 12، انت خلصت نص النص الشعري من خلال فهمك للفكرة الجزئية اللي هو كل بيت على حدة. طب وده نشتغل ازاي؟ اقرأ الأبيات مرة واحدة بإمعان وباستقصاء وتمحيص ودقة، تركيز. طب حلو، لحد ما تصل وتبلغ أقصى الشيء من الفهم. طب أنا قريت وقريت كله تمام، اعمل ايه تاني؟ لو قريت مرة كمان أضيع وقت؟ لا، دي مش قراءة، أقرأ كمان مرة. إيه المشكلة؟ عرفت الأبيات دي بتتكلم عن مصر، بتتكلم عن مش عارف ذكرياته في كذا، بتتكلم، يبقى أنت عرفت الفكرة الرئيسة، الفكرة العامة. اشتغل بقى لما أقول لك في البيت الرابع، البيت الثالث، الثاني، الخامس، ما تعملش الغلطة بتاعت كل سنة. خد البيت على حدة. هو أنا ممكن ألاقي كلمة صعبة في البيت؟ طبعًا ممكن تلاقي. يا جماعة أنت بتمتحن يا صديقي متحرر المحتوى، وده اللي احنا بنقوله طول السنه. نظامك الجديد بيعتمد على الكيف وليس الكم. انت حل كتابين، 3 4، كنت بتاخد محاضره 35 ساعه حل، ولا نص هيجي؟ يا باشا ده لما تشوف بص النجوم في عز الظهر، مستحيل نص انت حله يجي في الامتحان. هو انت متخيل هم مجانين في بنك الاسئله؟ ما تشوفوا بيروحوا يجيبوا مثلا القازمي، معروف الرصافي، الزهاوي، بيروحوا يجيبوا لمين؟ لمين في الاحياء والبعث؟ بيروح يجيبوا الناس عارفين ان الكتب فيها حافظ ابراهيم واحمد شوقي واحمد محرم، يوم رايحين جايبين لي شكيب ارسلان، جايبين لي الكلام ده. فقصائد وقصائد لن ولم ولا تراها الا في الورقه، بس انت ما تخافش لانه هو نص متحرر، فطبيعي انك تبقى في كلمه 2 3 في كل بيت ما انتش فاهمها، ولكن بتكلم على المعنى بتاع كل بيت على حده عشان اقدر احل الاربع اسئله في الفكره الجزئيه. خليك ذكي. انتوا عارفين اصعب حاجه يا اولاد كانت في النظام الجديد ايه في 21؟ احنا وقفنا بالمرصاد عملنا كده اهو، لما الامتحان كان فيه معاني كلمات قلنا ده استهبال يا جماعه، ده المعاني بتاعه المنهج الاساسيه المدرسين كده بتختلف فيها، كنا بنطلع من الامتحان نختلف فيها. المدرس اللي عايز يبقى تقيل في المجال لازم ينزل معجم الكتروني على اللابتوب بتاعه او على التاب بتاعه طبعا، عشان اما ادور على معنى كلمه ما اقعدش اشقى بقى في الكتب. لا يا باشا، في ثانيه اعرف المعجم معايا، اشتري معجم قوي، معجم الكتروني، واقعد ابحث على طول سواء في الجموع او المفردات او المضادات او المرادفات عادي جدا. تخيل دي كلام المنهج بقى، الكلمات بتاعت، تخيل ده متحرر بقى. فكان اول حاجه لازم نعملها في النظام الجديد مفيش معاني كلمات في النصوص وفي القراءه.
لازم، والا يبقى مش هنشتغل النظام الجديد يا جماعه عشان ما نضحكش على بعض. فهم ما عدوش بيجيبوا معاني، قال لك ما فيش معاني في الامتحان. طب انتوا عايزين ايه؟ انتوا محتاجيني تاني. انما اللي انت تلاقي معنى صعب ده وارد، ولكن بالذكاء. هو انا بقول يا حبذا لو تاخى امتحان دور اول 23، لو تاخى الناس واتحدوا. انا عرفت ان في وحده وتكاتف هو يدعو لهذا. الشطر الثاني صعب، ولا تقرانا مالي ما يجيب كلمه اتنين ثلاثه صعبين؟ طبعا. تخيل 7 درجات وانت بتسمي بالله ما عملتش حاجه. رقم 2، جمله بين قوسين مانوع الصوره، تشبيه ولا استعاره ولا كده ولا مجاز؟ بجد والله هنهزر. طب جت في دور اول 23 ايه؟ ما انا حليتها في الحصه اللي فاتت بتاعه البلاغه، فكرني بيها. رفعته في الورى شيم، استعاره مكنيه. فعلا ده جت في امتحان دور اول 23 وحضرتك شرحتها لنا في البلاغه. جدع، مانوع الصوره. ايه كمان؟ سؤال كمان في البلاغه لازم يجي، انت قايل لنا عليه. موسيقى، وحده عضويه اللي هي الوحده الفنيه تحققت مثلا تفوق وحده الموضوع مع وحده الجو النفسي. عارفين سؤال البلاغه اللي جه السنه اللي فاتت ايه؟ العاطفه المسيطره على الشاعر، وكانت صعبه جدا. ايه هي؟ الابيات بتتكلم عن مصر والوطن. طب بتتكلم عن الوطن وتتكلم عن مصر، يبقى العاطفه ايه؟ حب الوطن. كانت صعبه خالص على الاولاد، جابوها في ثانيه، في ثانيه الا ثانيه. حب الوطن طبعا. ادي سؤال كمان بلاغه. امال السؤال الاخير بيجي ايه بقى؟ ما السمه التي تحققت في الابيات من سمات مدرسه الاحياء والبعث، اللي هم ماسكين لي بقالهم 3 سنين عمق فكره النضال الوطني لدى جيل التطوير او التلاميذ البارودي او للاحياء والبعث. اهم حاجه في النص الشعري دي اسئله النص الشعري بس. قسما بالله دي اسئله النص الشعري. تخيل النص النثري اكتر. هنبهك لحاجات جامده جدا في النص النثري دلوقتي. لازم تبقى داخل يا جماعه مفنط امتحانك، عارف النص الشعري هدخل هو نص، هبص الاقي البيت الثالث والبيت الرابع والبيت الخامس والبيت السادس في الاسئله. ده فكر جزئيه. العاطفه بيكملوا البلاغه، شالت العاطفه وحطت الموسيقى بتكمل البلاغه، شالت الموسيقى وحطت محسن بديعي بتكمل البلاغه، شالت محسن بديعي وحطت الوحده العضويه او الفنيه بتكمل البلاغه. طب وبعد كده مانوع الصوره، ادي السؤال بتاع الخيال. ايه كمان؟ السما. عارفين من ستر ربنا عليكم وفضل ربنا وكرمه وتوفيقه بقى، لو انت قريت الشعر عرفت ده مدرسه ايه. لانك لو عرفت ده مدرسه ايه الموضوع انتهى بالنسبه لي. انت كده 90% او 95% مش هتغلط ولا غلطه في النص، لانك حددت السمات. خلاص انت كده حددت السمات، ما انتش محتاج حاجه. ففي بعض العيال تقول لي اصل بيجيب شعر غريب من المدرسه فانا ما بعرفش احدد اسم المدرسه. طب انت معاك، انا معاك للاخر. طب انت مش واخد بالك ان السؤال الاخير عشان تعرفوا ان انتوا ما بتركزوش في الامتحانات، يقول لك ما السمه التي ظهرت من سمات الاحياء والبعث في النص؟ هو انت يا ابني تعبان في دماغك؟ ما هو بيقول سيما من سمات الاحياء والبعث. انتوا عارفين ان سؤال الادب اللي بيجي في النص ده هو بيبقى تافه جدا، بيبقوا حاطين 4 اختيارات، سمة من المدرسة وثلاثة اصلا بره المدرسة. وشوفوا امتحانات السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها. فانت يعني مجرد انت تعرف المدرسة من حاجتين، يا اسم الشاعر يا اما السمة من سمات مدرسة كذا وكذا، بس يبقى انت عرفت المدرسة. هو ما يقول النضال الوطني ده على طول احياء وبعث، ولا غلبة الذهنية والغموض ووضوح الجانب الفكري؟ لا دي ديوان. ولا نقول تحرير القصيدة من وحدة الوزن والقافية، أو الإيمان بذاتية التجربة والحنين موطن الذكريات؟ لا دي طبعا مدرسة أبولو. ولا النزعة الإنسانية أو النزعة الروحية؟ لا دي مدرسة المهاجر، ما ينفعش إحياء وبعث، خليك ذكي. طيب يبقى النص الشعري أنت عارف أسئلته بالملي، داخل كده أنت محضر فكر جزئية، بعد كده نقطة بلاغة، بعد كده خيال، بعد كده سمة من سمات الأدب، النص اتقفل، خلصانة. طيب عندي تعقيب ويمكن اختلفت أنا وزمايلي السنة دي فيه واتكلمنا فيه واتناقشنا فيه كتير جدا. في بعض الناس حاطة نص واحد في الملسمة. أنا مش ممانح، عادي، أصل إحنا بنعتمد على الكيف فهمك وليس الكم، بس حاطط لي كله حاطط نص إحياء وبعث. طب ليه يا مولانا؟ يقول لك ما هو السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها إحياء وبعث. ماشي بس مش شرط يعني. يعني ما تحط نص المحمود حسن اسماعيل مثلا او احمد زكي ابو شادي او ابراهيم ناجي مدرسه ابولو. حطي حاجه مثلا للعقاد ولا المزني ولا شكري، يبقى نقطه على الديوان. مفيش واحد بقى لنسيب عريضه ولا عبد المسيح حداد ولا نعمه قازان ولا جبران خليل جبران ولا الرجاله الجميله دي بتاعت مدرسه المهجر ولا ايليا ابو ماضي ولا الكلام ده. ما تحط يا باشا 4 5 انواع. انا معاك ان هم مثبتين الاحياء والبعث، بس افرض النص الاولاني مش احياء وبعث، هنعمل ايه يعني؟ نقعد نلف حوالين نفسنا؟ ولا مفيش بقى حاجه لفاروق شوشه ولا امل دنقل ولا الرجاله بتاعت الواقعيه؟ ما احنا برضو لازم نتدرب على كله. احط لك 4 نصوص محلولين في ليله الامتحان عشان تتعامل كده.
كويس، يبقى انت لازم تبقى ظابط حالك، خد بالك من الحته دي. طب يلا انا كده قلت لك كل حاجه في النص الشعري وقلت لك كل الاسئله بالترتيب وانت عرفت انت هتشتغل ازاي. النص النثري بقى عشان عندي كلام كتير عايز اقوله في النص النثري. رزقي بيشاور لي، هطلع فاصل وارجع لكم، مش هتاخر، قدامي 4-5 دقايق والمحاضره تنتهي، خليكم معايا. ورجعت لكم بعد الفاصل. النص النثري بقى اول حاجه فكر جزئيه، بس بدل ما اقول لك في البيت رقم كذا وكذا وكذا، الفقره الاولى، الفقره الثالثه، الفقره الرابعه، ثلاث اسئله زي القراءه بالظبط بالظبط. النص النثري حاجه من اتنين، يا قصه قصيره يا ايه، يا مقال، يا قصه يا مقال، سبحان الله جنب بعض اهم. طبعا انتوا بتعشقوا من القصه القصيره انا عارف عشان بتفهموها، بس انا نفسي في الامتحان يجي مقال مش قصه قصيره. بخاف من اسئله القصه القصيره. اسئله القصه القصيره بيكون فيها سؤال دلاله او ايحاء، ما دلاله قول الكاتب وما الايحاء في قول الكاتب كذا وكذا وكذا. تعرف ان الدلاله والايحاء دي ما يحلهاش غير الفراوده. زي مثلا اديك مثال، المقال هيزهقك في القراءه شويه، بس اسئلته بصم كده من القطعه، هتطلع وتحط على طول اسئله ما فيش اختلاف. انما القصه القصيره بخاف منها جدا. على سبيل المثال قصه الكنيسه نورت اللي انتوا درستوها في المنهج، لما كان بيصف المبنى المختفي وشبه المختفي وراء الفروع والاغصان ومن خلال الفروع والاغصان اللي هو الكنيسه، المبنى اللي كان بينور لحظه انطلاق مدفع الافطار، فكان بيقول نوافذ النحيله المتباعده. النحيله يعني الضعيفه. طب المتباعده بما توحي كلمه النحيله والمتباعده، النحيله يعني ضعيفه يعني قديمه، يبقى توحي بالعراقه، ده حاجات ضعيفه، النوافذ بتاعه المبنى خلاص متهالكه، هتتكسر هتقع لوحدها، يبقى ده بالعراقه والاصاله، يبقى الكنيسه دي قديمه. طب المتباعده ده توحي بالاتساع، ان الكنيسه دي كبيره، مش اي طالب هيعرف يحل الكلام ده، لازم يكون في نقطه. لذلك تطلع من الامتحان اقول لك النص النثري ايه، قصه قصيره وكانت عظمه، كل الناس طلع حافظه القصه القصيره اللي جت في النص النثري. اقول له تمام، تافهه تافهه يا مستر ما تقلقش. لا انت تافهه بالنسبه لك، لازم اشوف الامتحان عشان اقول تافهه ولا مش تافهه، لازم اشوف الدلالات اللي جت. جابت دلاله؟ جابوا دلاله من المركز القومي للامتحانات بما توحي وبما يوحي وما دلاله قول الكاتب، لازم اشوف الكلام ده. انما المقال يا باشا ما فيش معلومات مباشره في المقال، فعشان كده ما فيهوش لف ودوران. طيب تعال فكر جزئي، ثلاث اسئله الكاتب في الفقره الاولى، في الفقره الثالثه، في الفقره الرابعه، يا باشا كله تمام. استنتج المغزى الضمني. الله الله الله، ده قلبت قراءه باشا. 90% من النص الناس اذا قراءه، المغزى الضمني هو المراد، هو الهدف من قول الكاتب. جميل، ما نوع الصوره؟ بس انا كاتب اثنين، يعني ايه اثنين؟ سؤالين ما نوع الصوره؟ بتتكلم بجد؟ قسما بالله انا عايزكم داخلين قبل ما تشوفوا الامتحان حافظين الاسئله. ازاي ما نوع الصوره اثنين؟ يعني السنه اللي فاتت، طب يا مستر معلش بقى اتفضل، 23 جه صورتين في النص النثري؟ احنا هنهزر؟ هنهزر كده؟ احنا بنهزر بقى؟ هو مش في حصه البلاغه شرحت نقطتين في النص النثري؟ طب فكرني معلش، دور اول 23، عشان انا عندي في الكتاب الخارجي هبص في الدور الاول 23. هتبص ورايا؟ انت مش مصدقني؟ السنه اللي فاتت تلتزها لذة التاجر، ايوه انت حلتها لنا، تشبيه بليغ جدع. النص اللي كان خلوة مع نفسي وخلوة الى نفسي احمد امين، اللي كان لازم يقعد يراجع كل ما مر من احداث في يومه، ما اصره وما احزنه. طبعا يبقى ده تشبيه بليغ. الحاجة التانية، لما قالوا في الامتحان اي تعبير من التعبيرات الاتية يمثل استعارة مكنية، كانت الاجابة النفس ترتاح. احسنتم، يعني صورتين اهم، جم السنه اللي فاتت صورتين، ايه كمان؟ سؤال كمان، علاقه قول الكاتب بما قبله، فأليت ألا أجيز لنفسي القراءة والكتابة، لما شالوا الفاء وحطوا أليت، أليت ألا أجيز لنفسي القراءة والكتابة قبل النوم، كانت نتيجة. فعلا، يبقى كمان علاقة، ده أنا كده الأسئلة محفوظة في النص النثري، طبعا، يبقى علاقة، صورتين، فكر جزئية، مغزى ضمني. يا ريت بقى نركز في اخر سؤالين. يقول احمد حسن الزيات، استنى بس يا استاذ، يقول ابراهيم اصلان، استنى زيات مين واصلان ايه؟ مش دول في المنهج؟ لازم يا صديقي لو جاب لك مقال يجيب لك ثلاث سطور من صور التكافل الاجتماعي اللي عندكم في المنهج، ويقوم مديك ثلاث سطور من النص المتحرر ويقول لك وازن بين كلا الكاتبين.
يا نهار ابيض، سواء من الكنيسه نورت او من صور التكافل الاجتماعي، اما الزيات واما ابراهيم اصلا. يعني كده لازم النصين دول يتذكروا من المنهج، لازم يتحفظوا من المنهج، يتصمم وموجودين عندي على اليوتيوب والسنه دي نازلين جداد، يتصمم لازم يتذكروا. يعني بيجيبوا حته من ما تبص يا عم في الامتحانات، امال الطلبه اللي ما خدتش نصوص المنهج والاساتذه كانت بتقول متحرر، ما تقلقوش مش هقعد اقول لك بقى انت ضعت والحق نفسك لا يا باشا، ما بنتصيدش اخطاء الاخرين، ده خطا بس مش هنتصيده، مش هنتصيد اخطاء الاخرين. النصين قدامك كل نص مش هاخد معاك ساعه مذاكره، لازم تذاكر النصين كويس جدا لان في سؤال موازنه. وغالبا لما اقول لك وازن بين الزيات والكاتب بتاع النص او ابراهيم اصلا والكاتب بتاع القصه اللي جاي لك متحرر، السؤال ده بدرجتين، لازم يكون بدرجتين. امال السؤال الاخير ايه؟ الادب النثري، يقول الناقد الفرنسي، يقول الكاتب الامريكي، يقول الكاتب الالماني، البرازيلي، التشيكي، ماليش فيه يابا، ماليش دعوه. وتقوم جايبه ثلاث سطور ويقول لك من خلال فهمك للفقره السابقه كيف كانت الوحده المسرحيه قديما وحديثا، ما رايك في حجم الروايه، ما رايك في لغه الروايه، ما رايك فيما يسمى بالحوار في المسرحيه، ما رايك بما يسمى بالصراع، ما رايك بما يسمى بالشخصيات في المسرحيه، النماذج البشريه المحوريه والثانويه. بس ادي النصوص وادي الادب. اعتقد الموضوع سهل جدا وبسيط جدا، ان شاء الله هتكسروا الدنيا. انا عملت المحاضره الاولى تعبير وقراءه، وعملت المحاضره الثانيه بلاغه وقصه، وعملت المحاضره الثالثه ادب ونصوص. فاضل لك محاضره نحو، اظبط لك الدنيا في النحو واقول لك الافكار، وهفتح لكم كمان محاضره حل في النحو بحيث ان انا اديك الافكار والحل عشان يبقى انت كله تمام. ما تخافوش من اي حاجه، والله العظيم الموضوع بسيط جدا، بس لو فتحت دماغك في ايدك تعدي السبعين، وفي ايدك تقف في الاربعينات تجيب حاجه واربعين. العربي في النظام الجديد كده، طالب داخل فاهم هو بيعمل ايه، هيبدع. داخل في الادب عارف ان في اربع اسئله مدارس الشعريه ومتكي على التركات اللي احنا قلناها في كل مدرسه، هيخش يحل الامتحان ويطلع يقول لي ربنا يديك الصحه يا عم سخاوي، انا مش عايز حاجه، انا يا عمي بص انا عايز دعوه حلوه بس يا عم، ما تدعيش، طمني، قول لي يا باشا اطلع من الامتحان قول لي كله تمام الحمد لله، مش عايز اكتر من كده، مش عايز اكتر من كده منك بس، خلاص شكرا يا سيدي. طيب بعد كده يدخل النص الشعري بالثالث بالرابع بالخامس بالسادس، افكار جزئيه، فكر جزئيه كلها، عاطفه، بلاغه، صوره، خيال. بعد كده سمه تحققت في النص من مدرسة كذا، تقوم جايب السما بارك الله في مدرسة. ما تصلبليش دماغك ان النص لازم يجي احياء وبعث، نفس الفكرة بتاعت الكلمة الافتتاحية والكلمة الختامية في التعبير. يا عم انا نفسي الامتحان يجي صورة من السنة اللي فاتت، والله اتمنى يا رب في الامل المفترجة، نفسي الاقي نص احياء وبعث، ونفسي الاقي كلمة افتتاحية او ختامية في ندوة. بس انا بديك وبعلمك وبوعيك عشان ما تتوترش في اللجنة وانت قاعد وتقول لي ده جايب محمود حسن اسماعيل، ده جايبين ابراهيم ناجي، جايبين ابولو، ده جايبين حد من اخواننا المسيحيين بتوع المهجر، ما يجيب يا عم ملك انت فيه، انت خايف من ايه؟ ده جايبين العقاد او المزني او عبد الرحمن شكري، عبد الرحمن شكري ده من الديوان. يا عم انت اجمد يا عم، في مالك؟ مالك في ايه؟ خليك ذكي كده، مش لازم احياء وبعث، مش لازم كلمه افتتاحيه وكلمه ختاميه. طب لو الامتحان صوره من السنه اللي فاتت، اتمنى ذلك، انا حاطط لك ده وحاطط لك ده، بس لازم اوعيك عشان تبقى انت داخل مش حافظ اسئله، انت داخل عارف كل سؤال مكانه فين وكل سؤال يتجاوب ازاي. كل التوفيق والنجاح لجيش السخاوه 24. انا عارف انتم رايحين بقالكم 3 ايام بس، خلاص دقت ساعه العمل، اجمدوا اشتغلوا، ما تخافوش، معانا لسه 3 ايام للنحو. يعني اقول النحو وانزل لك حل وافتح لايف اقعد اناملك في اللايف اللي انت عايز اقوله، ما تخافوش انا معاك لحد اللجنه صباحا. كل التوفيق والنجاح لجيش السخاوه 24.